السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو اشتاق صراحة لأول مرة في حياتي جاي فيديو على لو تشتركوا في القناة مسألة 100 مشترك واضغط لايك مسألة أكبر عن اللايكات والريفيو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين نزلوا السلة في بنك واحد زي ايدهم بيزكم كوباية كل بينزل ازاي كل كوباية بتنزل في الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل ازاي. عن واحدة بيه راح كل ناس راح كل ناس مع بعض دي بيلف الاسخان بيعمل عرض بس لف اللي فوق بعد كده ايه هيلف اللي تحت لفهم ازاي. بص هيجي عربية ونلفهم ونقفهم من تحت الجارية وحتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه بابا بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش فوقت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه هتلاقي دي نوع من اللزق جامد تلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه بتتشال بعد كده شايلها ميه هتنزل ايه تاني بعد كده حطها تاني بدل ما تغير البرميل ولا اي حاجة لا تجيب لزق وتلزق دي بدون العمارة. شوف ازاي واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل مش بيحرك ايديه نعمل بيدي كده رايح جاي لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد كده بص هيروح طاير بالحبل يقوم ده من التاني دي بيحطه بتاع المصنع الشفاير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الارض ويتزاحف على واحد دي بيصلح الجزاز. شوف هو مبسوط ازاي الآلة ديت بص ولا كان في أي كسر دي تصحيح على الماء نفخم معايا عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح حتة الرفيع عشان بيفتحها بيفتح حتة الرفيع خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع بيضهم غاز واحد دي برضه نوع من اللزق اللي بيمنع المية بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. بص خلي المية تدف خرسانة كمان بص خليها وركت في أي حاجة بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حط تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي ماسورة مكسورة بيجيب اللازم دي بيلف من حوالين دي بيطلع عامل زي سلايم سلايم بص عامل ازاي وواحد عايز يلمس يلعب فيه يبقى بيقطع حاجة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال نقطع فيه دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعت التخييم وكلها تزيين العربيات دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لازم برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن انت حتة غلط تطلع يعملها نوع جديد لا بص بتاع صعب دي بتعمل عربيات وكده انت بس عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس اهي دي بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي تنسفه بص بيطلع كمان دي بتنضف الاسمنت. بص الكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعمل بالرمود على طول ولا جابه من هو جاي دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطع وعمال يقطع تلاقي نوع من الخشب دي خشب 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 دي خشب دي برضه تقتل الفحار تقتل بصنع منه جلة بصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهو جاي يمسكوا حاجة حادة زي ما جاي يرسموا عليها يجيب تشوف أي حادة موت جاب موسى عشان يلعبها بيديه عندها بقى إيه لما جاي رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم دي بنعينها نخليها جمع دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت الوسخ. شوف كده بقول لك ازاي اللزقة بتعمل بص حط اللزقة هنا كده في أي حاجة. بص دي بدل ما تغير التانك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. بص دي ورينا برضه دي برضه يمكن نظام زي الطهي اللون اللون لون المبنى وانا مش عايز اللون وكده
دي برضه بيسمع خشب ديكور، بيرسم ديكور، دي منها يدوي مش آلي، فيها شكات بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي لون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاكل بالصفحة ولا حاجة؟ وين دي بقى؟ دي شو دي بيمشي على إيه؟ جبل في حبل وبيمشي، بيمشي عادي ولا كتف أي حاجة. شوف بقى الموجة ممكن بقى يموت، هو واحد يبقى عايش لك وانت يمشي. إيه دي يا ابني؟ في برضه دكتور هو الكعك اللي بتاعهم، واو عمال يقطعهم. في برضه النحاس لون الفرق اللون، في بتاع البنات وكده، بتاع البنات في دي بتشيل حاجة جامدين من جواها، تلاقي دي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاع تلفت أي حاجة، لف السجاد وكده دي بتكون جواها. بيقطع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية سكينة ملتوية، بص عمال يقطعها. ده بقى بأكبر مادة ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الأول كمان يعمل فيه في الأخر عامل للخيزران، بيقطع الخيزران مش عارف بقى بتستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بتستخدموه في حاجة الخيزران ده. شوف السكينة عاملة ازاي، دي النحاس بيستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بس هذا في مريض كهرباء. دي بيسمع طهي، طهي ده اللي هو بيسمع وقت الحياة بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنامج لحد يعني. شوف دي واو عامل ازاي، لان دي سنايبر كمان. شوف ده دي ورق، دي ورق دي قطع. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري له حلقة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه أنواع من التمارين، برضه من أنواع من التمارين عشان نقدر نحتلل زي الفار كده، دي الفار وده النعم. واو دي برضه ملزق سبحة، ملزقة أشكال بتاعت رمضان، فانوس أي حاجة. عمال يعمل عمل دبدوب في الآخر. واو دي نوع برضه من الزيت، بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من باع طهي ولا أي حاجة.